تنشر الوعي والثقافة. تم تعليمي أهمية الفحص الذاتي للثدي، الفحص الذاتي الدوري الشهري للثدي. المريضة بتجي لعنا بنستقبل من كافة الأعمار. أهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي بتجي من الوقاية، من الاهتمام بصحة المرأة بشكل عام. مركز كتير كويس والطبيبات والقابلات الموجودين. جيت لأعمل فحوصات لقيت المركز جيد. التصوير والإيكو والماموغراف كله مجاني عندنا هون بالمشفى. تساعد البنت أنه تكتشف مرض السرطان بمراحل مبكرة جدا. بلش السيدة من ذاتها.